يوم الثلاثاء القادم من النهاردة وقبل الثلاث اللي جاي هيبقى فيه مفاجأة. المفاجأة لها علاقة بالتوقيت الزمني اللي الاتحاد الإفريقي حدده لغاية 17 أغسطس القادم. يوم 17 أغسطس القادم اللي هو الموافق يوم الاثنين هيكون آخر يوم الدول التي ترغب في استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال إذا كان الفاينل طرف مصري طرف مغربي، هيكون ده اليوم الأخير. طب المفاجأة يوم الثلاث في إيه؟ في مفاجأة متعلقة باستضافة النهائي في مكان ما والتجهيز لاستضافة هذا الحدث الإفريقي في الفترة القادمة، وأيضا كمان اتجاه لدى البعض أن في جميع الأحوال إذا كانت هناك عدم وجود أي رغبة لدى أي دولة في القارة الإفريقية في استضافة نهائي إفريقيا، مين ممكن يكون الطرف البديل واللي هيسعى أنه يكون جاهز بملف لاستضافة نهائي إفريقيا. ده هيكون جاهز معانا إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي، ولكن بعد غلق الملف في يوم الاثنين القادم طبقا للتوقيت الرسمي والأجندة الرسمية اللي أعلنها الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الأخيرة، وده اللي هيتحدد على أساسها تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بدوري أبطال إفريقيا خلال المرحلة القادمة. دي كانت عناوين النهاردة.